كميه من القزبر، قزبر خاصه، وشويه ديال الثومه، حبيبات ديال الثومه، جوج حبيبات، وحبه ديال السودانيه بالنسبه اللي كيعجبوا نسمه الحار، خاصه حنا في فصل الشتاء، فالحار تيلذ الماكله وتتجي زوينه. يا اما كنطقوها في القرف المهراس، يا اما كنضربوها في الخلاط. بحالي انا ما عنديش المهراس، غادي نضربها في الخلاط. غنخليكم مع الطريقه. اذا كنديروها في الخلاط، فالشرموله ديالنا ها هي واجده، كنحتفظوا بها في هاد الطويصه، وكنديروا عليها شي شويه نتاع الزيت من الفوق، الزيت البلديه، وكنحتفظوا بها في الثلاجه فوق ما احتاجيناها لشي وصفه اللي كطلب منا شرموله. كنضيفوا منها ملعقه ولا حسب الكميه اللي احتاجينا في الوصفه ديالنا. اذا هنا بالنسبه للشرموله، الا بغيتوا تنسموها وتخليوها معطره من الاول، كديروا لها شويه الكمون والشاونيه والملحه، وبالطريقه فوق ما ضفتوها ما كتضيفوش العطريه، واما كنخليوها هكا وكل مره كنضيفوا العطريه فوقها.